بعد بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعر البطاطا يتجاوز 100 دينار، والطماطم لمن استطاع إليها سبيلا. عرفت أسعار الخضر والفواكه على مستوى أسواق الجملة والتجزئة على حد سواء ارتفاعا قياسيا دون أي مبرر، وفقا لما نشرته المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عبر صفحتها على فيسبوك. فإن أسعار الخضر والفواكه في مختلف أسواق الجملة شهدت صعودا قياسيا، وهو ما لوحظ وانعكس على أسواق التجزئة. وتوقعت المنظمة أن تتراجع هذه الأسعار مع دخول الأسبوع الثاني من شهر رمضان، خاصة ما تعلق بالمواد الواسعة للاستهلاك على غرار البطاطا التي عرف سعرها ارتفاعا كبيرا تجاوز 100 دينار في أسواق التجزئة، فيما تراوح بين 65 دينار و80 دينارا في أسواق الجملة. ورصدت منظمة حماية المستهلك أسعار الخضر والفواكه على مستوى سوق الجملة بولاية البويرة وجاءت كالتالي: أولا البطاطا 65 دينار جزائري، ثانيا البصل 50 دينار جزائري، ثالثا الطماطم 140 دينار جزائري، رابعا الجزر 40 دينار جزائري، خامسا القرع 50 دينار جزائري، سادسا الخيار 70 دينار جزائري، سابعا القرنون 50 دينار جزائري، ثامنا الباذنجان 60 دينارا جزائري، تاسعا الفليفلة الحلوة 110 دينار جزائري، فلفلة حارة 100 دينار جزائري، 11 الخس 40 دينار جزائري، الفول الصحراوي 40 دينار جزائري، اللوبيا ماشطو 250 دينار جزائري، الفول المحلي 50 دينار جزائري، الموز 150 دينار جزائري، الليمون 200 دينار جزائري. إلى هنا أعزائي المتابعين أكون قد انتهيت. لا تنسوا دعمي بالضغط على زر الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم فيديوهات لحظة نشرها. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا